مواقف ذكية هترجع ثقتك في البشرية شوية. أول موقف معانا يخص الجماعة دول واللي بيصطادوا بطريقة عجيبة جدا. أما ده فمعدنا مع فقرة اعمل بذكاء وليس بجهد. يا ابن اللذين قوي. أما الأخت دي فجت لها فكرة ذكية للشماعة العادية وعملت خط إنتاج. دماغك المظاظ، وده لما تبقى دماغك نظيفة في الغش بس. أما دي ففقرة الكسل وقود الذكاء. أما دي ففقرة اختبار الذكاء. قول لنا في التعليقات إيه الحركة الذكية اللي عملها الأخ.